السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم ميس اماني عادل. هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن الجيولوجيكال ستريس. هنتكلم عن النوع بتاع الجيولوجيكال ستريس، وهنوصف الافكت بتاعت التايبس بتاعت الروك اندر ارينج اوف كونديشن. When people have too much stress, they may be break. What happen if rock get too much stress؟ تمام، طبعا بيحصل ايه؟ نشوف بيحصل كسر ولا بيحصل ايه تاني. With all the movement occurring in earth surface, slab بتاع الكراست smashing into each other, sideway movement along fault. اتكلمنا قبل كده بصفة يعني مبدئية عن الفولت، وقلنا السلايد اللي بيحصل عليها وكده. ماجما رايزين ثرو سوليد ريك. سنو واندر ذات روك اكسبيرينس ستريس. روك ريسبوند ديفرنسز تو ديفرنت تايب اوف ستريس اند اندر ديفرنت كونديشن. هنشوف الكوزز والتايبس تحت الستريس. الستريس ده طبعا تعرفوا ده الفورس ابلايد تو ان اوبجكت، ده تعريف الستريس. في الجيولوجيا عندي الاستريس ده فورس بير يونت اريا ذاتس بليسد اون روك، تأثيرها بقى على الصخر. فور تايبس اوف ستريس اكت اون ماتيريال. ايه بقى هما؟ اول حاجه ديبلي بير ذا روك از بشد داون باي ذا ويت اوف اول ذا ماتيريال ابافات. كل ال كل ما بيندفن الصخر طبعا كتل الصخور اللي هي موجوده حواليه بتأثر. The rock cannot move, it can not deform. ده بيتسمى ايه بقى؟ confounding stress اللي هو ضغط الروك الموجود عليه. الكمبرجان ده squeeze rock together causing rock to fold or fracture. تمام؟ ايه squeeze مع بعض ده بيسبب ان انا بيحصل له fold او fracture. compression is a most common stress, it conversion a blade bound. تمام؟ قلنا الكونفرجن بيحصل ايه؟ كونفرجن ده هنا الاستريس ده اهو سبب ان انا عندي الصخرة حصل له ايه؟ فركتشر. روك ذات ار بولد ابارت ار اندر تنشن. روك اندر تنشن لينسن اور بريك ابارت. التنشن هنا جزء من ستريس دايفرجن بالباوندري، يبقى التنشن هنا دايفرجن، وقلنا الكونفرجن كان ايه؟ كونفرجن. الفورس هنا بتبقى موازية الموفينج ان اوبوزيت دايركشن. الستريس از كولد شير. تمام، شير ستريس موست كومن ستريس ات ترانسفورم بليد باوندري، يبقى كونفرجن كونفرجن، التنشن دايفرجن، الشير ها ترانسفورم. هنا عندي الشير ان روك ده بيسبب ذا وايت quartz vein has been elongated by shear. اما الستريس بيسبب الماتيريال تغير الشيب بتاعتها. It has undergone strain or deformation. بيحصل deformation هنا. deformed rock هنا are common in geological active area. الريك ريسبونس للستريس بتعتمد على طبعا روك طيب، التمبريتشر المحيطة، البرجر كونديشن للروك، اللينسوب تايم بتاعت الروك اندر ستريس، والتايب بتاعت الاي ستريس. دي الفاكتور كلها اللي بتأثر عليه. الريسبونس بقى للستريس، عندي ري ريسبونس لانكريزنج الستريس. اول حاجة الاستيك ديفورميشن، الروك هنا ريتين تو اوريجينال شيبس وين ذا ستريس از ريموف. يبقى الإلاستيك بيرجع تاني للشكل الأصلي بتاعه. البلاستيك ديفورميشن هنا الروك doesn't return للأوريجينال شيبس when the stress is removed. الفركتشر هنا الروك بيحصل له ايه؟ بريك، يبقى الشيب هنا بيتغير تمام. عندي هنا one increasing stress الروك under elastic deformation او بلاستيك deformation او فركتشر. ده الستريس، وده الالاستيك ريجون، وده البلاستيك ريجون، وهنا ايه؟ فركتشر. تمام، عند اي كونديشن هنشوف الروك هنا بيحصل له فركتشر. اول حاجه مور لايكلي بريك ديب ويزن ايرث كراست اور ات ذا سيرفس.
الاستريسينا ابلايد، الشار برازرزان جريدوال، الارس سيرفاسينا الروك بيحصل له بريك وايت كويكلي، بالديبر انسا كراست. التمبرشر برجر هنا طبعا هتبقى عالية في الديب، فاروك هنا مور لايكلي يحصل له ديفور بلاستيكلي. سادن ستريس زي لو انا خبطته بهامر، او مور لايكلي تو ميك روك بريك. الستريس هنا ابلاي اوفر تايم اوفن ليد تو بلاستيك ديفورميشن. يبقى هنا السمري، الستريس هنا فورس ابلاي تو ان اوبجكت، ستريك هنا بيحصل له كونفونينج كومبريشن تنشن او شير، الروك اندر ستريس ممكن استرين اور ديفورميشن، ديفورميشن هنا الاستيك او بلاستيك او روك مي فركتشر. الروك ريسبونت الستريت بتختلف تحت ديفرنت ايه كونديشن. اتكلم عن الفولد، عرفة والطيب بتاعت الفولد تمام. ده هنا هو جبنا سيرتها قبل كده اللي هي الانتكلاين تمام. واللوك الحركة حوالين ديزرت ساوث ويست، وي سي ا لوت اوف فولد، هنشوف فولد كتيرة. الفيو هنا فورم انتكلاين اوفر لوك ات كانولاند ناشونال بارك، هنشوف وات الانتكلاين بلو اند ذيس سي اف يو كان سبوت ذيس وان، هنشوف اونلي ايبل تو سي ابارت اوف اتس سوت. كل الفولد هنا نوت ذا بيزن بلو ار فاوند ان ذا اريد اي ساوث ويست. تعريف الفولد هنا ديفورمينج هنا حصل بلاستيكالي اندر كومبريشن ستريس انتو فول، مش بترجع طبعا الاورجانيل شيب بتاعها. الروك هنا مور ستريس زي اندر جروم فولدنج اور ايفن فركتشر. هنشوف سري طيب من الفول، اول حاجه المونكولاين ده سيمبل بند هنا للروك ريال روك لير ار نو لونجر هوريزونتال، هنشوف الشكل بتاعها دلوقتي. What you see in the هنشوف الصورة هنا هيظهر المونوكلاين. Are you certain in monocline? What else might it be? What would you have to do to figure it out? هنا شكل الروك داونورد ان ايه مونوكلاين اللي هي موجودة على الايه على الطريق هنا تمام. الحانية هنا ايه بسيطة، البند هنا بسيط سيمبل. الانتكلاين folds that are upward، كل اللير هنا هتنزل لتحت هتديني شكل الدوم. الروك هنا ديب اوي فروم ذا سنتر اوف ذا فول، طبعا الصخور الاولدست لازم ابقى عارفه ان هي موجوده في السنتر بتاعه الانتكلاين، واليانجست هتبقى موجوده فين ديب اوفر تايم. الصخور هنا ارش ابورد فورم سيركل ستراكتشر، ذا سيركل از كولد دوم، تديني شكل الدوم زي ما السعيله. فقمة الدوم هنا سلست اوف وير ار ذا اولدست روك هنا ايه لوكيتد. يبقى هنا الانتكلاين اهي فورميشن تمام ابورد، وقلنا هنا الاولدست روك بتبقى موجوده في السنتر واليانجست موجوده فين في الاطراف. السانك لاين هنا فولد بند داونورد، الطبقات كلها بتنزل لتحت. اليانجست هيبقى العكس موجودة في السنتر والأولدست موجودة فين أوتسايد عكس الايه الانتكلاين. الصخور هنا بند داونورد ان سيركل استراكتشر، الاستراكتشر از كولد هنا ايه بيزن. الروك هنا بتتعرض ات سيرفاس وير ار ذا اولدست روك ايه لوكيتد. هنا السانكلاين عندي في الايه السانكلاين هنا ايه قلنا ايه اللي هي البيزن دي موجوده فين في كاليفورنيا. هنا برضو البيزن نمرس، دي خريطه هي بتوضح لي الايه البيزن تمام. هنا بعض الفولدنج كان بي فيلي كومبليكيتد وات يو سي ان ذا اي فوت كذا. هنا برضو ايه سانك لاين، يبقى هنا الصخور ممكن احصل لها ديفورم باي كومبريشن ستريت انتو فولد.
المونكولاين ده ان ابسط حاجه سيمبل بين الانتكلاين. الروك هنا بيحصل لها بتترفع ابورد, و 3 دايمنشن انتكلاين از ايه ادوم. الفولت هنا هنوصفها الصخر فركتشر اندر ستريس فورمينج جينت اور فولت, وهنعرف طيب بتاعت الفولت واتس از كولد. ده الفولت اول قلنا كان الشهير اللي هو ترانسفورم باوندري كان سان اندريا فولت. فولت هنا بتشير للديفكت, هنا بعد نو جريتر ديفكت ذات ذا سكار اوف ذا سان اندريا فولت اكروس كاليفورنيا. الروك هنا على الجنبين ار استيميتد تو هاف ان لوكيشن حوالي 350 ميل in the western United States. Now our scratching for geological fracture in more a danger fracture. هنا rock under enough stress يحصل لها fracture, may or may not be movement along the a fracture. ممكن يحصل حركة ممكن لا. الجوينت ما فيش movement على ال other side بتاعت fracture. fracture هنا بتسمى ايه joint. تمام, ما فيش هنا موفمنت على الايه فركتشر فتسمى جوينت. روك اسفل اسفلها بتبان هورزنتال اند فيرتيكال جوينتنج. الجوينت هنا فورمت وين كونفيننج ستريس ووز ريموفد فروم ذا روك اشو. هنشوف الشكل بتاعها. دي الجوينت اهي الصخور. تمام, في ناشونال بارك في كاليفورنيا حصل جوينت هنا, وان هنا الجوينت مفيش حركة على الايه على الفركتشر. الفولت تمام, كتلة الصخور لوك اوف روك ان وان اربا ذا ساد اوف كشر موف. يبقى حصل هنا حركة في الجوينت. لا ما حصلش الفركتشر از كولد فولت. السترينج اللونج فولت بسبب الصخور هنا تتكسر وتتحرك suddenly. الانرجي ليز از ان ايه بتسبب لي ايرثكويك. ده هنا الفولت ار ايزلي كات اكروس ايه زبيدة روك. هاو دو يو نو ذيرز فولت ان ذيس روك. هحاول ان انا هعمل لاينز تايب اوف روك اون اذر سايد اوف ذا لاين كات اكروس ذيم. وان سايد هيتحرك ريلاتيف تو اذر سايد. تمام, السليب هنا is distant rock move along the fault. السليب can be or up or down خلال الفولت بلين. الفولت بلين اللي هو بيحصل الحركة عليه. السليب هنا relative because there is usually no way to know both sides moved early on. الفولت هنا lay at angle to horizontal surface of the ears. الانجل هنا بتسمى فولت ديب. الديب ديفاين اوف تو بيزك تايب اوف فولت از. الفولت ديب هنا انكلاين بالنسبه لريلاتيف تو هوريزونتال. والفولت هنا بتسمى ديب سليب فولت. هنا هو الشرح اللي احنا قلناه. تمام, النورمال والريفيرس وهنتكلم عنه بالتفصيل. عندي هنا الهانجينج وول. الهانجينج وول دايما بيبقى موجود فوق الفولت بلين. والفوت وول اللي هي كتلة الصخور. الهانجينج والفوت دي كتلة الصخور اللي هي فوق وتحت الفولت بلين. الهانجينج كتلة الصخور موجودة فوق الفولت بلين اللي هو الخط ده اللي بتحرك عليه. والفوت وول كتلة الصخور اللي بتبقى موجودة دايما تحت. تمام, في حالة ان انا عندي هنا الهانجينج وول نزل يبقى هنا بيسمى نورمال فولت. الهانجينج وول هنا طلع بيسمى ايه ريفيرس او ثرست فولت. الدايجرام هنا بيوضح نوعين السليب فولت نورمال فولت والريفيرس فولت. تمام, والهانجينج وول هنا would have their لتن. الفوت وول هنا would have walk. تمام, الديب سليب فولت عند نوعين من دي سليب فولت. النورمال فولت زي ما قلنا. الهانجينج وول هنا دروب داون ريلاتيف تو فوت يبقى بينزل الهانجينج. ده بالريفيرس الفوت هنا دروب داون
بالنسبة للإيه، للهانجنج. تمام. الثرست فولت ده نوع من ريفرس فولت in which the fault plane angle is nearly a horizontal. عروك هنا can slip many mil along thrust fault. normal fault can be huge. They are responsible for uplifting mountain range in region experiencing tension a stress. هنا الماونتين مونتانا الأبروك هنا موجودة. in how would this a happen. حركة الايه شكل المونتين زي ما احنا شايفين. الستريك سليب فولت ده ديب سليب فولت. ده الديب هنا فولت بلين از فيرتيكال. هنشوف الشكل بتاعها. الستريك سليب فولت هنا ناتجه من شير ستريس. بقولك تخيل ان انا حطيت بليسنج اون وان فوت اون اذر سايد اوف ستريك سليب فولت وان بلوك موف توورد يو. البلوك هنا بتتحرك towards your right foot. الفول هنا right للستريك سليب فولت والحركة بتبقى جهة الليفت فوت طبعا. والفولت هنا ليفت لتريال ستريب سليب فولت. ده وصفة. ده هنا الستريك سليب فولت. تمام. ده السنستريال اللي هو ليفت والرايت اللي هو هنا ايه ده ستريك سليب فولت وده ستريك سليب فولت. دي الحركة الليفت ودي حركة الرايت. تمام. كاليفورنيا سان اندريا فولت ده اشهر ستريك سليب فولت. حركة بتبقى رايت لترال ستريك سليب فولت. تمام. البيبول سمسنج سم تايم سي ذات كاليفورنيا ويل فول انتو ذا اوشن سم دي ويتش از نوت اي شور. يبقى هنا الفركتشر مفيش حركة على الاذر سايد بتاعت الجوينت. الديب سليب فولت بيبقى فيرتيكال vertical movement. النورمال فولت الهانجنج وول زي ما قلنا بيحصل له دروب داون بالنسبه للفوت. والريفرس الايه العكس استريك السليب فولت هوريزونتال موشن وبتبقى حركه ايه شير ستريس. amount of ground displacement in earthquake بتسمى is called. برافو. سليب الاسترز كوز ماتيريال تو شينج شيب اتس هاز. ها برافو. تبقى ايه سترين. الاسترس اون روك بيكام تو هاي ذا روك ويل طبعا هيحصل له فيركتشر. وات تايب اوف فولتنج وود بي موست لايكلي تو كيور ا لونج ترانسفورم فولت. هيبقى ايه ستريك سليب فولتنج. كمية الستريت نيد تو ميك روك فركتشر از ليس ات ايه ات ذا سيرفس. تمام. يبقى روك هنا هيحصل لها فركتشر على الاقل ات ذا سيرفس. الستريس ذات كوز هيمالايا تو رايز هنا حركة ماونتين. يبقى هنا ايه برافو كومبريشن اللي هي ايه conversion بالباوندري. روك لير ان انتكلاين. الانتكلاين والسنكلاين كان الحركة بتحصل فين طبعا فولد هي ابورد. سيدمنت ذات بيكم سيدمنتري روك ار ديبوزيت طبعا ها هورزنتالي. طبعا اللير بتبقى هورزنتالي. ان جراند كانيون الكيباب لايم ستون فوق التوب فورميشن. وكان سي ذات هنقول هنا الكباب ده اولدر ذان الايه الترب. تمام. لان هنا اللايم ستون فوق التوب فورميشن. تمام. يبقى الكباب هنا اقدم من الايه الترب عشان ده هنا ايه التكوين اقدم من اللايم. هو الروك دي فورم بلاستيكالي زي تند تو بلاستيك طبعا
هتبقى يحصل لها ايه فركتش، النورمال فولت اللي بيحصل الفوت وول باش بيبقى اب ريلاتيف للايه للهانجينج، تمام الهانجينج بينزل تحت. لارج ماونتين رينج لايك ذا جراند تنشن ان ويمن ار ابليفتد اون، هيبقى ايه نورمال ايه فولت الماونتين. موست كومن ستريس اور روك ات كونفرجن بالباوندري، كونفرجن على طول يبقى كونفرجن. روك از مور لايكلي تو فركتشر اف، طبعا لو لوكيتد ان ذا ايه ان ذا سيرفس. سيمبل بند الروك لير نو لونجر هنزلتن از كولد، هتبقى ايه اللي هي الايه المنكلاين. انسنكلاين ذا نقط، برافو. طبعا الفولد تروك مي فورم هتعمل لي البيزن اللي احنا لسه متكلمين عنه من شويه. هو الروك سادلي موف along a fault الانرجي ريليزد از، هتعمل لي ايرثكويك طبعا. Which of the following statement about deep sleep fault is false. False. إن الفولت هنا بيحصل بسبب الشير استرس. Thrust fault. برافو. يبقى ايه نوع من reverse fault. زي ما احنا سائلين. الفورسز بقى ان ايرث كراست ريفرست تاني. انواع الفورس. الفولد هنا والفولد الموجودة في الصخور، تمام. الكلي انسيريان فوم اللي هي السرنجة لو حطيت فيها الفوم وكده. اعمل مقارنة بالموديل what you would see in geological map والcross section، وهنفهم how rock layer form and zinc can become folded or faulted. سيدمنتري روك قلنا ان هي سيدمنت ناتجة من الموست فلات هورزنتال لير، معظم الاماكن في الاير سيدمنتري طبعا تبقى نوع من روك ار نوت فاوند ان هورزنتال بوزيشن، زي ار تايتل ات سام انجل تو هورزنتال، سام تايم زي ار تايتل سو ماتش زي لير ار اي فيرتيكال اللي هي شكل اللير وكده. اللير هنا have been formed by forces acting on the earth. الفورس هنا بتسبب لأن الصخور become folded. الفولد usually formed when rock are squeezed together by conversion force. تمام؟ يبقى الفولد conversion force. الفورس هنا بتسبب للصخور بيحصل لها fracture وسليب along fracture. قلنا ده الأول. Fracture surface along with rock slip is called is a fault. هنا الفورسز خلال الايرس بتسبب لفولدنج وفولت بواسطة حركة الايه movement of earth lysosphere plate. البليتس هنا بتتحرك slowly من 2 لـ20 سنتيمتر per year. 100 لـ1000 of year great forces built up in earth crust. الفورس هنا transmitted for long distance through the crust. As a result الفولت والفولت هنا بتحصل not only near blade boundary but also in the interns of the content far from blade boundary. عندي ثلاث أنواع من الفورسز، تمام، التنشن والكمبرجن والشير، تمام. بتعمل لي different effect on rock layer. بقول لك افترض هنا ان انا عندي holding solid rectangle block between your hand، حاول هنا اسحب البلوك apart its end. You are exceeding a tension force. اما بيحصل بوش هنا نهاية البلوك together هتلاقي ايه conversion force. Hold two opposite edge للبلوك هنا try to move them in opposite direction. هنشوف شير ايه فورس هو ايه، يبقى شرح كل نوع من الفورس دلوقتي زي ما احنا لسه قايلين.
في الثري كيسز بقى الكونفرشن والشير والتنشن، الفورس هنا greater than the strength of solid material، الدفور لما تبقى greater هنا بيحصل لها دفور، لو حصل لها دفور وسيلة الفركتشر أو تغير للشيف هنا وزاوية actually breaking، الفورس هنا are created in air secret by movement of light sphere plate are often great enough to دفور مئة زرق، يبقى حصل هنا ايه دفور. الفولدنج والفولت هيوضح الروك، matter of temperature lower temperature upper part of earth crust، هنا الروك بتبقى بريتل في الابر بارت، بتبقى عندها ميول ان يحصل لها دفور بواسطة الفركتشر عشان هي قريبة من السطح. في اللور بارت الارث كراست تمبريتشر هنا روك از ريلاتيف هاي طبعا كل ما انزل تحت، فهنا الفورس هنا على الصخور بتبقى هاي تمبريتشر، الروك هنا دفور بتغير لها بالشيب رزن زي باي فولتينج. الفولدنج هنا مثال هاو روك كان بيحصل لها تشينج جير شيب وزاويه ايه بريكنج. هنشوف الشكل هنا ده انتنس هيت والبرجر هورزنتال سيدمنتاري لير، اما الصخور هنا بيحصل لها فولد اور فولتد اولسو ماتر اوف تايم، الفورس بيلد اب فيري فاست، روك هنا مور لايكلي تو فركتشر، الفورسز هنا فيري سلولي، الروك هنا مور لايكلي تو تشينج جير شيب وزاويه ايه بريكنج. الفولت هنا فورميد بواسطه التنشن فورس، الفورس هنا للصخور بولد ابارت، البادي هنا للصخور فولت بلين سايد داون ريلاتيف تو ذا بادي اوف روك بلوزا فولت بلين، الفولت هنا نوع من الايه النورمال فولت. الفولت هنا ممكن برضو تتكون بس الكمبريشن فورس، الفورس هنا بتسبب للصخور الموجودة على الكراست بوشت توجزر، البادي بتاعت الصخور أباق فولت بلين سلايد أبورد بالنسبة للبادي روك بلوزا فولت بلين، الفولت هنا نوع من الريفورس فيلت. والسرست ان هنا الفولت بلين بيبقى هوريزنتال والريفورس فولت هنا سرست فول، تمام من ريفيرس بس هورزنتال. نوع الصخور هنا المتكونة هورزنتال شير فورس، البادي بتاعت الصخور on the other side of fault plane slight bust is as زي ما قلنا بتبقى هورزنتال، والفولت نوعه هنا بيبقى ستريك سليب فول. هنا انواع الثري ميجر بتاع الفولت، اما ريفيرس فولت انجل اوف لزان 45 بتسمى ايه سرست فولت. عندي هنا النورمال فولت والهانجنج وول بينزل ريفيرس، الهانجنج بيطلع ستريك سليب فولت زي ما احنا شايفينها كده، تمام. الحركة للفولت هنا بتحصل suddenly after long time وزود movement، بيحصلش حركة هنا، الفورس هنا بتسبب الفولت build up very slowly when they become greater than the strength of rock، الفولت هنا بيحصل له حركة this relaxes the force which is slowly build up again، معظم الفولت هنا every few century most earthquake are caused by sudden movement on a fault. هنا نوع الصخر هنا اللي موجود هنا ايه شوف الهانجينج هنا نزل ولا طلع. الفولت شهيرة وان روك از ليارد لايك سيدمنتال روك، الليار هنا بتختلف على حسب ستيفنس اللي هي المقاومة للانحناء. ثرو اكسبيرمنت شو افكت اوف ليارينج، سكوير بلوك اوف سوفت موديلينج كلاي سكويز ات توجذر فروم اوبوزيت سايدز، كلاي اللي هو الطميو كده بيحصل كومبريست but it doesn't form fault. هنشوف البلوك هنا بتتكون من بعض اللير للكلي بتنفصل بواسطة انتكس كارد، بيحصل السكويز للبلوك هنا from opposite side in direction موازية للانتكس كارد
البيجيفورم باي ايه فولدينج، تمام، اللي هي الانتكلاين والسنكلاين، ونفس الكلام يا شباب ولكنه ايه بيبقى ديفينيشن او مصطلحات تانية. جزء من الفولد هنا كونفاك ابورد بتسمى سنكلاين، لما بيحصل لها كونفكس ابورد بتسمى انتكلاين. الفولد الصخور هنا سمول السنتيمتر او لارج ميني ايه كيلومتر. ده هنا سلايدنج هيل، ده نوع من اكزامبل للسنكلاين، وده انتكلاين ان ايه وومينج، تمام، اللي هو ابورد كونفكس داونورد كونفكس. الموديل بقى اللي هستخدمه عشان الجيولوجيكال استراكشر زي الفولد والفولد روك، الفولدنج اوف روك كانت بي اوبزرفت ان اشر از ات هابن. موديل جهيل بتساعد العلماء عشان يفهموا الديفورمنج بتاعت الصخور، اللير بتاعت الواكس والسبيشال سكويز، الفولدنج بروسيس. لو انا جبت بوكس هنا هذا جلاس والاوف ريفيونج ذا واكس فروم ذا سايد، هنلاقي من واي سايد بوكس هنا يتحرك اللونج الستريت رودز، هيعمل لي زي فورس كده على الواكس از وول كلوزد ان وان ايه انذر. الواكس هنا هيحصل لها بورد اوت ان ذا بوكس اون لاير ات تايم ان اند اوف بوكس اللود ذا وول اوف ذا بوكس تو موف هورزنتالي. الحركه هنا سكويز ذا واكس فروم ذا ايه ذا ايد. الموديل هنا العلماء استخدموه very the rate at which force it and the thickness of the various layer. الموديل هنا بيساعد طبعا على نشوف الفولد كده زي ما هي موجوده في الطبيعه. able to make intuition about the forces that created this fold. الدايجرام هنا بيوضح لي طبعا ايه الايرث كراست، فولد ولا فولكانيزم ولا فولت ولا ميتامورفيزم، طبعا بيبين لي الايه الفولتنج. الدايجرام هنا برضو بيوضح الارث بالدروك، الاسو من هنا دايركشن اوف فورس ذات ار كونفرجن سيكشن، طبعا اللي هو ايه طبعا ضغطت فورس هنا فيحصل ايه انحناء كده للايه لللير. هنا نورمال وده الريفيرس والليترال والثرست فولت، تمام. which type of fault motion general part of the movement California San Andrea fault. San Andrea على طول، يبقى الحركة هنا ايه زي ما احنا قلنا ايه قلناها في الشرح literal fault shearing اللي هي sliding دي. الدايجرام هنا بيوضح لي الفركتشر هاب بين disturbed by an earthquake. اي نوع من الحركة هنا هيوضح displacement in this area، طبعا هيبقى مومينج في اللونج ترانسفورم ايه فولت. الفوسيلز ان مارين بلانت والانيمالز موجوده في البيدروك ماونتين مي ساوثند اوف فيت اباف سي ليفل. موست لايكلي ريزون فور ذيس اوبزرفيشن، الفوسيلز الموجوده هتبقى طبعا جايه من فورس ويز ان ايرث كراست، ايه حصل لها الايرث هنا حصل لها ايه ابليفت. هنا اتجاهات البيست انسر يوزنج تيرم اوف كويشن. سان اندريا فولت بيمثل طبعا دي حركة الترانسفورم. النوع الاسترس اللي نجى في الفولت اللي هي بي زي ما احنا شايفين كومبرجن. النوع الدياجرام دي ستريس الموجودة في الدي شير. جيولوجيكال استراكتشر كل انواع الصخور الماتيريال از ايرث السيدمنتال روك نيفر سي ات ذا هاب بينت بوزيج سبجكت تو تراين تايم، تمام. الفورس السنة بتعرض الصخور. نوع جيولوجيكال استراكتشر عندي برايمري جيولوجيكال استراكتشر هنا تقسيمتين تانية
طيب بتاع الاستراكتشر هنا remaining rock of the crust under influence of climate or under environmental condition، اللي هي بقى البرايمري دي بتتعرض لظروف ايه البيئية والطبيعية زي الجفاف الهيت الـ effect of wind الوتر current and without any interference of tectonic forces or earth movement. يبقى هنا عوامل طبيعية ما بتتعرضش لأي tectonic force، دي البرايمري. المثال بتاعها زي كروس بيدين هنشوفه دلوقتي، الريبل مارك اللي هي علامات النمو كده، الجرادد بيدنج والمد كراكس تشققات اللي هي في الكراك في المد. موست امبورتانت برايمري جيولوجيكال استراكشر اند وايد سبريد سبيشالي ان سيدمنتري روك. هنا المد كراكس زي ما احنا شايفين، ودي الكروس بيدنج، ودي الريبر مارك اللي بتبقى موجوده في الرمال في الصحراء وكده. سكندري هنا قلنا الاولانيه ما بيحصلش حركه تكتونيك، هنا نوع من التكتونيك جيولوجيكال استراكشر بسبب بتتكون بسبب الفورس اللي جايه من الانتيريور زي ايرث. هنا بيحصل هيوج فيتشر وكراكس وفايلنت تورشن، بيحصل ديفورم الكراست ديورينج اور جيولوجيكال تريب الماونتين والديزرت اريا. انترنال فورس هنا موجوده، الفورس هنا بتسبب لي ايرث كويك بريمج في السي والاوشن. هنا ريجريشن اند ترانسجريشن خلال الوتر اون لاند، دريفتنج الكونتنت والحركه خلال الاذر، يعني ناتجه كلها من حركه بليت موشن. هنا بيحصل برضو روك هنا بتغير خلال ساتش فولد فولت ركتشر جوينت. هنشوف ديتيل دلوقتي التكتونيك استراكشر اكزامبل. الفولد قلنا مهمه جدا للتكتونيك استراكشر، كليرلي انسيدمنتري روك بتظهر هنا شكل اللير بتختلف على حسب السيجنس والاكستنشن من مكان لمكان. بيحصل بيندنج او وركينج هابن تو روك اوف ذا ايرث كراست سيمبل ا سنجل فولد او سيفرال كونكتد فولد ناتجه من تعرض للسيرفس للايرث كراست وبريجر فورس. ده الفولد ان ناتشر. الأهمية والإيكونوميكا امبورتانت فولت طبعا تعتبر ترابس هنا وريسيفوار للبتروليوم اويل والجراوند ووتر والقورس. هنا بتبين للكروجيلي اوف روك اللي هي مصطلح الأقدم والأحدث لو ترتيب الطبقات. evidence from fold on geological event الأحداث اللي حصلت وكده. ده الانتكلاين فولت اللي بيحصل ابورت، بالرغم ان الفولد هنا بتختلف على حسب الشيب. فيمولار ارزيت شون ار نون از انتكلاين وسانكلاين شير ان سام جيولوجيكال كاركترستيك، بتشغل ديفرنت اريا اوف ايرث كراست رينجين فروم فيو متر تو 10 سكوير كيلومتر ان سام ريجون. الفولد هنا rarely found individual in nature but often several folds are found connected together، مش بلاقيها فرد individual تبقى اكتر من واحدة. الفولد هنا are rarely برضو found in nature in definite shape and system. الفولد هنا بتتعرض للفولدينج find that majority of them may complicated the shapes of structure and the cracks. الالمنت بقى اللي بتتكون منها الفولد several structure element، اول حاجه الاكسل بلين ده بعرفه على ده بيبقى imaginary plane، بيحصل divide للفولد into equal and identical part in all aspect. limb ده بيمثل الروك بلوك الموجوده على البوس سايد بتاعه الاكسل بلين. اكسل اللي هو المحور بتعرف imaginary line، برضو بيحصل intersection لل اكسيال بلين ان سيرفس اوف اول ديفرنت لير. الفولد هنا كونسيست اوف ديفرنت لير، وان اوف ذس لير هاز اتس اون
on axis that is expected that the XL plate should contain all these X. طبعا بتصنف على حسب مظهر الفولت in the field, البوزيشن بتاع الستراكشر إليمنت, الطيب والناتشر تكتونيك فورس اللي تعرضت لها الصخور ميكانيكال. دي الإليمنت هنا بتاعت السنتلاين فولت والإليمنت الانتكلاين فولت, بعرف واحدة وبقلب التاني. عرفنا الأكسس وعرفنا الليمب اللي هو كتلة الصخور على الجنبين والإكسل بلين, وطبعا نفس الإليمنت بس هنا هشقلب الأنتكلاين إيه فولت. بص طيب برضو الفولد الانتكلاين هنا قلنا بتتميز اللير هنا كونفكت ابورد والاولدست لير بتبقى موجودة في السنتر, والسنك لاين هنا اللير هنا بيحصل لها كونفكت بس داون وورد, واليانجست طبعا بتبقى موجودة فين؟ السنتر العكس. الفولد هنا اشهر التكتونيك استراكتشر بيحصل هنا في الكتشر او كراك كاتن روك, تمام, بالريليف موفمنت ديسبليسمنت للصخور اللونج سايد اوف فولت بلين, الاليمنت اللي بتتكون منها, تمام. الفولت بلين هنا اون بوث سايد بيحصل فركتشر روك ماسز موف وذ ريليف موفمنت تو اتش اذر ريزلتنج ان ديسبليسمنت. يبقى الفولت بلين اللي هو بيحصل عليه الازاحه بتاعه الصخور وبيحصل ديسبليسمنت. الهانجنج وول لازم ابقى عارفه تعرفه كويس جدا, كتلة الصخور which found above the fault plane, يبقى الهانجنج دايما موجود الفولت بلين. لو حطيت دراعي كده على الفولت بلين هلاقي دايما اللي فوق دراعي هو الهانجنج وول. الفوت وول الروك ماس which found under the fault plane الفولت ناتشر. طيب يبقى قلنا الهانجنج موجود دايما فوق الفولت بلين, والفوت وول دايما كتلة الصخور الموجودة تحت الفولت بلين, والفولت بلين اللي هو بيحصل عليه ازاحة ديسبليسمنت للصخور. النورمال هنا حصل فركتشر نتج عنه تنشن وير ذا هانجنج وول, الهانجنج وول هنا موف داون وول اللونج ذا فولت بلين بالنسبة للفوت وول. طيب نبص للنورمال, ادي النورمال اهو, احنا قلنا الهانجنج وول دايما موجود فوق الفولت بلين. عشان احدد الهانجنج والفوت احط دراعي كده على الفوت بلين هلاقي الهانجنج فوق دراعي. طب نزل تحت ده نورمال, طلع فوق ده ريفيرس, يبقى الهانجنج فوق الفوت بلين حصل له ازاحه داون وورد, ده نورمال حصل له ازاحه ابورد يبقى ده ايه؟ ده ريفيرس. وفي كلا الاحوال ان الهانجنج نزل يبقى نورمال, طلع يبقى ريفيرس, وفي كلا الاحوال هو موجود فوق الفولت بلين. حدد الطيب الفولت هنلاقي ويرس نورمال او ريفيرس. فيرست نو دايركشن روك ماس موفمنت اون وان سايد اوف ذا فولت بلين, بالنسبة للدايركشن سام روك ماس موفمنت اون ذا اذر سايد اوف فولت بلين, ده النورمال فولت. من الهانجنج نزل تحت الريفيرس ناتج من كونفرجن, هانجنج وول از موف ابورد يبقى الريفيرس هنا حركة الهانجنج ابورد اللونج فولت بلين وذ ريسبكت تو ذات كيوبينج ذا فوت, يبقى هنا الهانجنج طلع ايه؟ لفوق. الثرست فولد نوع من الريفيرس فولد, ها فولت بلين از اولموست هورزنتال, حركه هنا لو انجل اوف ديب, كريبنج فولد بكوت از بروكنج روك كريب هورزنتال اور سيرت ديستانت اوف فولت بلين. هنا زي ما احنا شايفين الاثنين انطبقوا على بعض والحركه هنا ايه؟ هورزنتال. يبقى الهانجنج هنا هتلاقيه برضو فوق الفولت بلين والفوت تحت بس الاتنين هورزنتال. استرك سليب فولت هنا روك ماس موف هورزنتال ان ذا سيم بلين وزود فيرتيكال ديسبليسمنت, يبقى ما حصلش هنا حركة حصل ما حصلش ازاحة هورزنتال برضو بس ما حصلش ده الاستريك سليب ايه فولت. الهورست والجرابين مهمين جدا. الهورست
عندي 2 نورمال فون مشتركين في فوت وول واحد. شوف الهورست اهو، الهورست اللي هو طالع لفوق. طيب الجزء اللي طالع لفوق ده هانجنج وول. طب هانجنج وول لايه؟ احنا قلنا الاثنين مشتركين في فوت وول واحد. طيب الجزء اللي احنا قلنا اللي طالع لفوق ده فوت وول، ففوت وول بالنسبة لليمين وبالنسبة للشمال، فهنا 2 نورمال فولت مشتركين فين؟ في فوت وول واحد. طب الجرابن اللي هو الجزء اللي نازل لتحت ده، نازل لتحت ده ايه؟ هنا نورمال فولت مشتركين في هانجنج وول واحد، فالهانجنج وول هنا نزل، نزل لليمين ونزل للشمال، فهنا 2 نورمال مشتركين في هانجنج. يبقى الهورست، الهورست يبقى 2 نورمال مشتركين في فوت، والجرابن 2 نورمال مشتركين فين؟ ها في هانجنج. يبقى الهورست 2 نورمال مشتركين في فوت، والجرابن 2 نورمال مشتركين في هانجنج. لو بصيناها هنا هذا الهورست 2 نورمال، اللي هو طالع لفوق ده، اللي طالع لفوق ده فوت، فهو فوت لليمين وفوت للشمال، فيبقى 2 نورمال مشتركين في ايه؟ في فوت. طب الجرابن هتلاقي الهانجنج هنا نزل اهو، نزل لليمين ونزل للشمال، فيبقى الاثنين نورمال مشتركين فين؟ في هانجنج. اهمية الفولت هنا ترابز للبتروليوم، الهوت ووتر والسبرينج هنا خلال بتترفع خلال الفولت بلين زي الحلوان، سلفرتد ووتر في منطقة حلوان اريا، عين السخنة، نوستر ساينز اوف سويس جولف اوف حمام فرعون، تمام، استر سايز اوف سويس جولف ويز ار يوزد فور توريزم اند تريتمنت، طبعا السياحة والعلاج، ترسب مرسب للكالسايت مينرال والمنجانيز والاوكانيميك تين القصدير ومينرال ووتر ثرو كراست اللونج فولت بلين. لوكيشن زي حدد اللوكيشن، سامتايمز لاينز برلتوزك روك موفمنت، وجود الفولت بريشيا، البريشيا دي نوع من انواع السيدمنتاري روك، كراشد روك هاف شارب ايدجز بسايد هوت سبرينج اند مينرال ديبوزيشن فولت بلين، بالاضافه لفركيت شارب زي الووتر سبرينج، وترسيب المينرال خلال الفولت بلين. الاستراكتشر بتاع الفولت بتظهر ايجنس وميتامور في كروك، ممكن تبقى كلير في السيدمنتاري، البيدنج فيتشر بساعات السيدمنتاري روك، الديفرنت لير، السيكنس، الكالر، المينرال، السيمنتيشن ماتيريال، تكتشر، الفوسيلت كونتنت، ده كله بيبقى موجود فيه. الجوينت هنا ناديا ستراكشر تكتونيك اوجين، هنا موجودة ديفرنت تايب لإجناس وسيدمنتاري المتفوق أو إيفيدنس. المسافة ما بين الجوينت بتختلف من سنتيمتر لتنز أوف متر، تعتمد على نوع الصخور، السيكنس بتاعت الصخ، الميثود بتاعت الروك والفورسز اللي بتأثر عليه. In worse entering that ancient Egyptian has benefited from وجود الجوينت والروك in their construction في التمبل والتومز وايه الاوبليكس. In geological study fault in earth surface in which the hanging wall move up relative to foot wall up، هيبقى هنا ايه؟ طب بالنسبة للفولت in earth surface along with horizontal movement، طيب الاولانية طبعا هتبقى ايه؟ ريفرس فولت، والتانية ايه؟ ستريك سليب فولت. طيب بالنسبة لل ريفرس فولت هاجنج ديب بتوين
حبتين، عندي درجة هنا من 10 لـ45 عرفها انها طبعا ده تعريف السيرس ديفولت. طبعا هنا انجلوجيكا ستاديت فور كيتشر ان ايرث سيرفاس الونج ويتش موفمنت هاز تيكن بليز استيرميد. طب انجلوجيكا ستادي فولت ان ايرث سيرفاس الهانجنج وول موفد داون ريلاتيف تو فوت وول استيرميد. طبعا الاولانيه تعريف الفولت، هنا السيرفاس الونج موفمنت ده الفولت، والنورمال فولت هنا بيحصل فيه ايه؟ الهانجنج moved downward relative للفوت. reverse fault having die لزان أقل من 10 درجات. نوع الفولت هنا ايه؟ سان أندريا فولت in كاليفورنيا نوع من ايه؟ اي نوع الفولت؟ هنا الاولانية over thrust تمام أقل من 10، وسان اندريا فولت ده ستريك سليب ايه فولت ده هنا هو نوع الارثكويك فولت. بالنسبة للبوينت سي انا نازل اهو يبقى سرست فولت. نوع الارثكويك فولت would not expect to find at point B ده نورمال الهانجنج هنا حصل له ايه؟ important to know what kind of blade boundary هتبقى ايه. هنعرف طبعا نوع الارثكويك اللي هيحصل. الارثكويك هايبوسنتر ان سبدكشن زون وين سين فورم سايد انديكيت هيقول لي اللوكيشن اللي حصل فيه سلاب للتكتونيك بليد موجودة في السبدكشن. ديب ارثكويك هيبقى موجود طبعا في السبدكشن زون وال which are following not found in the region of Tonga. Tonga بتبقى شهيرة بكذا فولت، النورمال فولت مش بتبقى موجودة فيه. بكده نكون وخلصنا الفيديو بتاع النهاردة. اتمنى تكونوا استفدتوا واتمنى لكم يوم سعيد ان شاء الله.